مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرات متتالية من برنامج الأهلي الليلة زي ما احنا متعودين دايما مستمرين معاكم لحد الساعة 10 مساء. لكن دلوقتي معايا فقرة حوارية هامة جدا جدا وهي خاصة بالتسويق الرياضي. معايا الأستاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة المصري. أستاذ محمد برحب بيك. أهلا بيك. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أنا سعيد، ربنا يخليك. طبعا مبسوطين ان انت متواجد معانا، وعندنا ملف مهم جدا هو ملف التسويق وبعض الامور الهامه اللي اكيد هنتكلم فيها من خلال تواجد حضرتك معانا هنا في قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. لكن في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن انضمامك لاتحاد الكره وتوليك هذا المنصب الهام جدا، واعتقد حضرتك كنت توليت المنصب ده قبل تاهل مصر لكاس العالم مباشره. والله الحقيقه انا كنت قبل اتحاد الكره كنت مع المقصه سبورت. تمام. اشتغلت في انا شغال في هذا المجال بقالي 18 سنه، يعني كان عندي 18 سنه وكاله خاصه، وبعد كده اشتغلت في انجلترا سنه، وبعد كده اشتغلت في الامارات سنه ورجعت مصر، وبعد كده اشتغلت في المقصه 3 سنين. والحقيقه كان اللقاء مع باشمهندس ثانيه بريده في يمكن شهر اخر مارس اول ابريل. كنا بنتكلم بخصوص مع المقاصه، كنا اشتغلنا فتره كبيره قوي على رابطه الانديه المحترفه. تمام. وكان الحقيقه كان فكره الرابطه طبعا هي تم انشائها دي مهمه للكره المصريه في الوقت الحالي، ان احنا نبتدي نفكر ازاي ننشئ الرابطه. اكيد. عشان الموضوع اصبح يعني الكوره اصبحت صناعه، والموضوع يعني لابد من ايجاد وسيله لان احنا ننشا هذه الرابطه. وكان هو ده الكلام الاساسي للموضوع. كابتن باشمهندس هاني بصراحه عرض عليا هذا المنصب، وانا اتشرف يعني ان انا ابقى موجود بخدم مصر من اي حته، يعني حاجه شرف ليا يعني. خلال كلام حضرتك قلت ان الكره اصبحت صناعه، مش شايف ان في مصر هنا بالتحديد هذا المصطلح لسه ما وصلش بالمفهوم الكافي للمصريين، وان الكره اهميتها بس هي مش لعبه ترفيهيه، هي اصبحت صناعه ومهمه جدا وليها مميزات عديده جدا في مجال التسويق كمان بالتحديد؟ والله الحقيقه انت لو شفت الارقام اللي بتدخلها كرة القدم في يمكن هنقول ال 18 سنة اللي فاتوا، أرقام بتزيد بطريقة مرعبة. يعني أنت أنا فاكر كابتن سمير زاهر الله يرحمه، أول دوري تم رعايته كان اسمه دوري كليك لو تفتكر. ودوري كليك ده أول كان بتهالي في سنة مش متذكر بالظبط، بس يعني بنتكلم في اواخر التسعينات بالظبط، اوائل الالفينات يعني، اعتقد اوائل الالفينات 2001 كنا بنتكلم في مليون جنيه. وكان ساعتها رقم كبير جدا طبعا. مرعب يعني. واتحاد الكوره تحول من منظومه بتاخد الموارد بتاعتها من وزاره الشباب والرياضه لمنظومه مستقله بتصرف على نفسها من هذا الوقت. ولو بصيت على الارقام هتلاقي الارقام زادت بطريقه مرعبه. يعني احنا عقد الرعايه الاخير وصل فوق 400 مليون جنيه مصري. فشوف الفرق ده كبير في الفتره اللي فاتت. طبعا الكره صناعه. المصطلح لسه الناس مش مستوعباه هنا شويه في مصر. والله احنا بس يعني هي الفكره في حاجه انا كنت لسه بتكلم فيها. احنا لسه احنا لازم ان جميع الانديه المشاركه على الاقل في الدوري الممتاز المصري يبقى يملك استاد خاص بيه. دي حته مهمه جدا زي ما بنشوف. حته مهمه ليه؟ ان دي 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 بتدر عليه موارد، يعني ان شاء الله مع انتظام المسابقه في الكام سنه الجايين ان شاء الله ودخول الجماهير وانتظام موضوع دخول الجماهير ممكن نتكلم فيه باستفاضه اكتر في الحلقه معاك. بس وجود استاد لكل فريق ده يخلق موارد وده موارد دخل جديده كمان للفريق. حاجه مهمه جدا. انا يعني حتى مثلا لو بتشوف مثلا الدوري الانجليزي انت عشان تبقى بتلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لازم يبقى تملك ملعب خاص مش ملعب ايجار. تملك ملعب الملعب ده بتاعك، الجماهير بتاعتك ليها مقاعد بتاعتها، عندك المرشندايز ستور اللي هو الستور اللي بيبيع المنتجات بتاعت هذا الفريق. انا شايف الحته دي احنا عندنا فيها كسور بصراحه. يعني
انا بتمنى ان النادي الاهلي اكبر نادي في مصر طبعا. ونادي الزمالك ان هم يجدوا وسيله في السنتين اللي جايين ان هم يخلصوا هذه المشاريع الخاصه بيهم كاستادات خاصه بالنادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي يمكن عنده ملعب، في بعض الانديه عندها ملاعب بس للاسف برضه مش خاصه المصري مش عندهم خاصة ملاعب. الاهلي والزمالك لسه شويه ما عندهمش ملاعب، لكن اكيد بالنسبه بالتحديد كمان النادي الاهلي مجلس الاداره الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيفكر في هذه الجزئيه، مش بيفكر كمان، هو بالنسبه له ده شيء احد الاولويات اللي كان قالها كمان ايام الانتخابات بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله هتكون خطوه مقبله بالنسبه للنادي. يا ريت، مهمه جدا بصراحه، مهمه جدا يتم انشاء هذه الملاعب، ان هي دي هنحاول يعني احنا عايزين نتحول للاحترافيه. اكيد. فعشان تتحول للاحترافيه لازم نعمل منظومه بشكل محترف كلها يعني. طيب عايزين نتكلم عن الملامح الخاصه بالملف التسويق في اتحاد الكوره وفوره توليك المهمه، ايه ابرز الملامح اللي حضرتك حطيتها للخطه بتاعه التسويق في اتحاد الكوره؟ والله في مشاريع كتير احنا بنحاول نشتغل في الفتره اللي فاتت على مع كابتن خالد لطيف و كابتن محمد ابو الوفا، هم مسؤولين عن الكره الخماسي والكره الشاطئيه، ان احنا ننشط هذه الالعاب، ان احنا نخلق دوري جديد للكره الخماسيه. الكره الخماسيه انت لو بتاخد بالك في مثلا شهر زي شهر رمضان مصر كلها بتلعب كره خماسيه، جميع النجوم اللي في مصر. فاحنا عايزين ايجاد هذا الدوري بشكل محترف. وانا بطالب على فكره من خلال البرنامج هنا ان احنا النادي الاهلي يفكر في موسم 19 20 يبقى فيه فريق كره خماسيه. ده هيساعدنا جامد يعني في الفتره اللي جايه. اهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي على فكره موجود وبيلعب في البطوله دي. المقصه موجود وبيلعب. احنا بندعو يعني انديه الدوري الممتاز كلها في الفتره اللي جايه، وبعتنا جوابات يمكن الاسبوع اللي فات لجميع انديه الدوري الممتاز ان هي يعملوا فرق تجهز كرة تجهز فرق كره خماسيه. يعني ده مشروع، ده ممكن يدر موارد كويسه قوي لاتحاد الكوره الفتره اللي جايه. من ضمن الحاجات برضو ان احنا كنا بنتكلم على ايجاد منافذ ودي مهمه قوي مع عقد الرعايه اللي جاي في الملابس. ان احنا كان عندنا يمكن هي مش مشكله بس حاجه مع اديدس، ان احنا كان المفروض ان يبقى في منافذ بيع خاصه باتحاد الكوره مع منافذ بيع اللي هي الخاصه باديدس. تمام. فطبعا الحته دي احنا قدمنا فيها الملف دوت، قدمناه لمجلس اداره وبنحاول الفتره اللي جايه. هو طبعا مش مشروع مش هيطلع للنور في خلال يومين ثلاثه يعني، هو بياخد وقته، بس قدمناه لمجلس الاداره والحقيقه يعني برضو قبل بقبول كويس. وفي الحمد لله في مشروع اتحاد الكوره المقر الجديد 6 اكتوبر تم التنظيم ان يبقى في مكان مخصص لانشاء محل خاص باتحاد الكوره. تمام. يمكن دي هتبقى خطوه مهمه برضو مع الراعي الجديد للملابس. حته برضو الثانيه المهمه ان احنا عندنا عقد بينتهي في اخر السنه ديت، نحاول ان احنا بنشتغل على خطبنا شركات عالميه كتير و بنحاول ان احنا في خلال الشهر اللي جاي هنطرح مزايده او مناقصه او ما يسمى يعني الاجراء القانوني المظبوط لجميع الشركات المهتمه ان هي تبقى راعي لمنتخب مصر في جزئيه ملابس يعني. هو اكيد في اكتر من فكره يعني بتدي او بتجيب عائد كبير جدا بالنسبه لاتحاد الكره المصري، الكره المصريه بشكل عام من الناحيه التسويقيه بالتحديد، لكن في فكره حضرتك طرحتها وهي فكره كابتن مصر، ودي فكره انت طرحتها فور توليك المهمه واعتقد مهمه جدا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام، كلمنا اكتر عنها بتفصيل. والله الحقيقه لا، المشروع دوت احنا كنا اشتغلنا عليه من حوالي سنه. وقدمناه. هو عباره عن ايه بس عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع منين؟ هي الفكره ان انت بتعمل اختبار للاعب، بتكتشف مهارات اللاعب من خلال هذا الاختبار. الاختبار على فكره مدته مش كبيره،
عشان كده دي ممكن تبقى فرصه كويسه ان انت تشوف مواهب كتير. اختبار مختلف عن الاختبارات اللي بتتعمل في الانديه المصريه، بنشوف الاف بيروحوا بيلعبوا تقسيمه واللي يعني بيتالق فيهم، وممكن وجهه نظر مدرب يشوف لعيب ما يعجبوش هو اصلا ممكن يكون موهبته وجهه نظر مدربين، لكن اعتقد دي فكره مختلفه يعني عايزين نوضحها. مظبوط يعني احنا مثلا النادي الاهلي ما شاء الله اكبر نادي في مصر، بيجي له فوق ال 5000 لاعب كل سنه في الاختبارات. للاسف طبعا يعني انت بتختار في الاخر 10 20 30 واحد بالكتير قوي. نفس الحكايه عندها كتير، بيجي لها لاعبين كتير. احنا الفكره في هذا المشروع ان انت عامل شكل دريل معين، دريل يعني بتكتشف مهارات اللاعب الاساسيه في كره القدم من خلال الباص بتاعه، الشوطه بتاعته، السبرنت بتاعه بيتقاس، السرعه بتاعته، دقه التمرير، دقه الشوط برضو ليها لوحده، ليها مقاسات، ليها يعني في حاجه اسمها شوت ديتكتر اللي هو قياس سرعه الشوطه. تمام. كل لاعب بيخش الملعب لوحده لمده 3 دقائق لوحده خالص. يخش لمده 3 دقائق. الملعب مقسم على نص ملعب كره قدم حقيقي، واللاعب بيبتدي ان هو يعني الاجهزه برضو اللي موجوده، كان نفسي طبعا يبقى معانا فيديو ان احنا نقدر نعرض الفكره يعني ممكن في فرصه قادمه ان شاء الله. انت بتكتشف من خلال 10 مهارات اساسيه هذا اللاعب، بيبقى فيه نقط بياخدها، نقط فنيه، ومن خلال لجنه بتقيم اللعب، ونقط حقيقيه فعليه. الفعليه ديت اللي هو الباس راح في الحته المظبوطه ياخد عليه النقط 10 نقط، الاستلامه مظبوطه بياخد عليها 5 نقط، الجون مقسم في حتى في الشوتنج لاكثر من 8 سبوتس اللي هي تمن زي ده يعني مش دوائر يعني دوائر. مربعات. وكل مربع ليه بوينت معينه. تمام. اتمنى ان احنا نجيب الفيديو بس يعني نحاول نجيب يعني يعني هيبقى افيد. هي الفكره في الاختبار ان انت بتنزل لاعب 3 دقائق، هذه الثلاث دقائق مصوره. والثلاث دقائق دي فيها جميع المهارات الأساسية للاعب. في الآخر حتى بيبقى ليه نص دقيقة يعمل فيها يعني شو اللي هو عايزه، يعني يعمل شو. الفيديو ده موجود في الموقع الرسمي اتحاد الكرة ولا موجود؟ والله لا متهيأليش للأسف. لكن هي اكيد جزئيه مهمه جدا، وبعدين من خلالها بتعرف تشوف قدرات الحقيقيه لاي واحد بيختبر عايز يبقى لعيب كوره، وخصوصا في العصر ده وفي اخر 4 5 سنين الناس كلها او اولياء الامور بالتحديد كمان بيفكروا ان اولادهم يكونوا لعيبه كوره، والميزه كمان ان هم بيفكروا ان هم يكونوا محترفين مش بس ان هم يلعبوا كوره. والله الحقيقه يعني انا حتى انا شخصيا يعني عندي ولادي عندهم 9 سنين والاهتمام كبير قوي، وبشوف ولاد صحابي وبشوف ناس كتير دلوقتي مهتمه ان هي يصفروا ولادهم على نفقتهم الخاصه حتى يعني يوديه اسبانيا، يوديه فرنسا، يوديه بلجيكا، انجلترا، يروح يدرس هناك عشان يلعب كوره. فدي حاجه بصراحه حاجه كويسه قوي من وللاسف احنا بس عايزين ننظمها، يعني يبقى في جهه بتنظم هذه الـ هذا النشاط، ان انت بتساعد الناس ديت بطريقه مباشره زي وكلاء اللاعبين المصريين. بالظبط. انا بنشدهم برضو ان احنا لابد من يعني فتح منافذ خارجيه بره مصر. الشغل كله مش جوه مصر، ما اشتغلش جوه مصر، انا اودي لعيب من النادي ده للنادي ده، اشتغل على بره شويه. لازم بره ان هو بياخد خبرات وبياخد يمكن بيرتقي للمستوى العالمي، ويكون سنه صغير كمان. يا ريت من سن 15 14 15 16 17 ده السن اللي هو يقدر يتشكل فيه. يعني هو يتشكل فيه، وهو ده على فكره السن مهم قوي في كره القدم اللي هو 15 ل 17 سنه. يمكن في ناس كتير قوي كملت كوره في السن ده، وفي ناس كتير قوي بطلت كوره في السن. صح. ده صح. فالسن ده مهم قوي ان انت بتسهله يعني حتى الاهل عليهم دور كبير قوي في الجزئيه دي، ان انت السن ده بيبقى في مصر سن ثانويه عامه، فكله بيفكر لا الدراسه اهم. الدراسه اهم.
احنا عندنا برضو في يعني بنطالب طبعا في نظام التعليم بتاعنا ان احنا ندي هذه المواهب يمكن اهتمام يعني لو هو مميز في الكوره لو هو مميز في الباسكت لو هو مميز اشتغل مع اللي هو مميز اديله نقاط على ده في التعليم يعني أكيد. يعني اهتم بالجزئيه دي شويه. تمام. طيب من ضمن المشاريع المهمه جدا وهي خاصه بالالف محترف واللي كابتن احمد حسام ميدو طبعا نجم نادي الزمالك السابق ويمكن كان طلع من فتره قال هذا المشروع وانه هيشتغل عليه خلال المرحله المقبله، لكن السؤال الاهم هل في تنسيق كامل مع اتحاد الكره بخصوص هذا الملف بالتحديد ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله الحقيقه لغايه دلوقتي لا، احنا سمعنا من الاخبار يمكن ان ميدو تم اختياره ليكون هو المشرف على هذا. هو لعيب كبير بصراحه وميدو صديق جدا وانا قابلته كبير بره يعني. وانا قابلته لسه من اسبوع قلت له يعني طب احنا فين اتحاد الكره فين لازم يبقى لينا دور، قال لي طبعا احنا لسه بنجهز ولسه هنيجي ولسه هنجتمع ولسه نقعد. فاتمنى طبعا دي جزئيه مهمه جدا ان لازم يبقى في تنسيق في الموضوع دوت ان احنا نقدر ان احنا يعني لابد من تشكيل لجنه فنيه قويه نقدر ان احنا نساعد بيها. لازم اللجنه دي يبقى فيها فنيين في كره قدم مدربين، لازم يبقى فيها اداريين، لازم يبقى فيها ناس بتوع تسويق، لازم يبقى فيها وكلاء لاعبين، يعني لازم تكون لجنه شامله عشان تقدر تساعد عشان تقدر توصل ان انت يبقى عندك 1000 محترف. ده رقم كبير على فكره. طبعا اكيد رقم كبير وهياخد فتره من دول افريقيا كلها بصراحه عندهم اكتر من 1000 محترف في كل حته في اوروبا. طبعا يعني اعتقد عامل اللغه كمان بيفرق معاهم بشكل كبير. مظبوط اللغه مهمه جدا طبعا. تاقلم بتخليه اسهل التعامل اسهل في التاقلم لما بيسافر بيبقى يعني. انا فاكر نجم كبير طبعا عمرو زكي لما سافر انجلترا كان عنده مشكله شويه في الاول عنده مشكله شويه في التاقلم مع ان هو كان هداف ويجن اول مره كان هداف الدوري الانجليزي في اول كام ماتش كان جايب 10 اهداف وكان هداف الدوري الانجليزي لغايه لما هو مش عارف ايه اللي حصل في دماغه كده قرر ان هو يرجع يقعد هنا شويه معايا. هو كان في مشكله لغه برضو الحته دي مهمه يعني الحته دي مهمه يمكن احنا المفروض برضو ان احنا الحته دي ناخدها في الاعتبار يعني حته انت لما تيجي تطلع لاعب تشوفه بيتكلم انجليزي بيتكلم فرنساوي بيعرف يتكلم ايه تديله كورسات اكتر تطوره قبل ما تسفره عشان بالظبط عشان ما يصدمش هناك فبالتالي التجربه تفشل فيعود مره طبعاً طبعا طبعا طيب هي كلها اكيد امور مهمه لكن بما اننا بنتكلم عن الاحتراف ويمكن مؤخرا كان في كلام طلع واعتقد ان هو هيعتمد خلال الفتره الجايه بخصوص اتحاد شمال افريقيا واللي هيتيح للدول العربيه في شمال افريقيا ان هم يتبادلوا اللاعبين من غير ما يعتبروا لاعبين اجانب. هل شايف ان الملف ده بالتحديد في صالح الكره المصريه وفي صالح الاحتراف بشكل عام ولا رؤيتك ليه؟ والله انا لسه سامع الموضوع وايضا كمان من ناحيه تسويقيه يعني. انا لسه سامع الموضوع ده النهارده. هو يعني طبعا ما اعرفش منين القرار بس يعني هو الفكره ان احنا ممكن نزود عدد اللاعبين الاجانب. هو خلاص القرار اوريدي اتاخد في العموميه بتاعت الكاف. والله احنا ممكن نزود اللاعبين الاجانب طبعا ما فيش مشكله بس انت برضو انت عندك جزئيه مهمه ان انت بتعتمد على الدوري الممتاز المصري لان انت تطلع لعيبه لمنتخب مصر فانت برضو مهمه يعني بس انا شايفها يعني هي تقدر تقوي القيمه التسويقيه للدوري. هي مش وحشه ومش حلوه يعني انا مش عارف هي مش ايجابيه في صالح منتخب مصر طبعا ده من وجهه نظرك اكيد طبعا هي ايجابيه ان انت القرار دوت ممكن يزود تسويق مثلا دوري المصري في تونس طبعًا. في الجزائر في المغرب الناس تبتدي تتفرج اكتر والعكس على اللعيبه بتاعتها والعكس بس هي الفكره لازم يقنن يعني لازم يبقى فيه عدد معين ما ينفعش تفتح كده وخلاص يعني. هو الكلام على ان الموضوع هيبقى يعني العدد اللي يراه اي نادي يعني طالما لاعب عربي من شمال افريقيا ما يحتسبش لاعب اجنبي لكن خليني اقول لحضرتك برضو ان احنا في عصر الاحتراف دلوقتي يعني في اوروبا مثلا اللاعبين بيروحوا من اي دوري سواء من انجلترا لاسبانيا او من اسبانيا لفرنسا كلهم ما بيعتبروش لاعبين اجانب فاعتقد ده المواكب للعصر الاحتراف حاليا يعني. والله هو ما فيش مشكله انت عندك مثلا الدوري الانجليزي انت نادرا لما بتلاقي لاعب انجليزي في فرقه يعني ما فيهاش مشكله هو المنتخب الانجليزي يعتبر منتخب قوي على مستوى العالم مش هي دي مشكله بس هو مثلا في انجلترا هو عنده
دوريات تانية، الشامبيون شيب، الليج 1، الليج 2، عنده دوريات كتير، دوريات كتير والمستوى الفني فيها عالي. فهي دي ممكن تدي فرصه للدوري الدرجه الثانيه عندنا ان هو يقوى شويه، واعتقد هتدي فرصه للانديه كمان ان هم يعني يسيبوا اللاعبين المصريين يحترفوا في الخارج كمان، وده هيعود ايضا بالنفع على المنتخب المصري. يعني يا ريت يا ريت يا ريت، احنا نفسنا ان الانديه تسهل الاجراءات الخاصه باللعيبه الناشئين. الناشئين اول يعني نهتم بالناشئين اللي هم عندهم من 15 ل 19 سنه، دول نسهل لهم نسهل لهم الاجراء ده، عشان ده هيساعدنا وهينفعنا احنا جامد قوي قدام يعني ان شاء الله. طيب ما ينفعش تبقى معايا وما تكلمش عن ازمه محمد صلاح، حديث مصر كله الازمه دي والازمه التسويقيه بالتحديد، ومشكلته هل اتحلت خلاص بشكل نهائي؟ هل في طريقها للحل؟ هل المشكله لسه لم تنتهي؟ الامور ماشيه ازاي بالنسبه لمحمد صلاح بالتحديد من ناحيه الناحيه التسويقيه؟ والله الموضوع النجم محمد صلاح موضوع للاسف ان هو شائك شويه، يعني الموضوع مش في امور، هو سهل وصعب في نفس الوقت. ليه بقى؟ عايزين نوضح الجزئيه دي بالتحديد للجمهور المصري بشكل عام، يعني البعض بيبقى متعاطف مع محمد صلاح، القليل جدا بيتعاطف مع اتحاد الكره المصري، فقول لنا الامور ماشيه ازاي. والله الحقيقه احنا انا شخصيا على تواصل من ساعه ما توليت او بعد ما رجعنا من كاس العالم مع وكيل محمد صلاح استاذ رامي عباس، شخصيه جميله على فكره جدا، وعلى اتصال بيه دايما، وللاسف احنا عندنا في اتحاد الكوره على اتصال بيه في تواصل، يعني ده شيء مهم دائم دائم دائم. المشكله الوحيده ان احنا كاتحاد كره مصري انت ماضي عقد مع شركه راعيه، بتتيح في هذا العقد للشركه الراعيه ان الشركه الراعيه ليها حقوق الجماعيه والحقوق الفرديه للاعبين. الفرديه دي مهمه قوي، الحقوق الجماعيه والفرديه اهم شويه. الفرديه مهمه جدا طبعا، انت عامل العقد ده يعني يمكن العقد ابتدى في 2013 وجدد في 2017. طبعا اللوائح الاتحاد الدولي بتغير يعني كل شويه، ف وكيل محمد صلاح رامي عباس لما يجي يطالب ان هو حقوق الصوره او الايمج رايتس بتاعته دي خاصه بيه هو، هو مع التغييرات اللوائح هو عنده حق، هو ده مظبوط تمام، ده يعني بيتكلم صح، يعني ده ليه حق في جزئيه معينه. وفي نفس الوقت اتحاد الكوره ماضي وعنده عقود مع شركه كان ماضي معاه بعد عقد سابق تمام، فاتحاد الكوره مرتبط بعقد مع شركه بريزنتيشن. الفكره هنا دلوقتي فين؟ ان احنا الايمج رايتس دي موضوع مطاط برضو شويه، يعني مش 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 يعني انت مثلا ممكن تيجي تقول انا حماده زاهر او انا محمد زاهر انا حقوق الصوره بتاعتي هديها لقناه النادي الاهلي تمام، طيب انا دلوقتي اديتك حقوق الصوره بتاعتي وانا في الملعب ماشي كده قامت قناه ثانيه مصورتني، انت هتعمل ايه قناه النادي الاهلي؟ هعترض لان انا واخد حقوق الصوره بتاعتك تبقى عندي انا بس. هتعترض وبعدين هاخد الاجراءات المفروض وبعدين طب وبعدين مش عارف. هتاخد اجراءات كتير كتير كتير، هتاخد وقت كبير قوي يعني انت فاهمني، يعني الموضوع هيقعد وقت كبير، الاجراءات القانونيه فيها هتاخد وقت كتير قوي. انا بصراحه انا يعني انا واخد مبادره وفي ناس معترض عليها وفي ناس موافقه عليها، احنا عايزين الحلول اللي تنجز الموضوع ده، يعني انا واخد مبادره ان احنا يتم الاجتماع مع وكيل محمد صلاح والشركه الراعيه بوجود اتحاد الكوره ويتم الاتفاق على الحقوق. انت ممكن تيجي تقول لاستاذ رامي عباس انا عايز هاخد منك 3 انترفيو لمحمد صلاح في السنه مثلا، هاخد منك ان انا احط صورته 6 مرات على السوشيال ميديا، هاجي اقول له انا هاخد منك اعلانين في السنه. طب ليه الخطوه دي ما اتخدتش ان يبقى في اجتماع مع محامي محمد صلاح ويتحط النقط على الحلول؟ والله حصل على فكره لقاءات بره مصر مع بعض المسؤولين في الاتحاد، ولكن للاسف ما حصلش تواصل قوي، بس هو في للاسف في ناس بتكتب حاجات في المواقع وحاجات بتتقال
مش مظبوط قوي. قال لك ان رامي عباس اعترض على ان محمد صلاح يلبس قميص منتخب مصر، ما حصلش على فكره. وهو ما هو راجل فاهم، فما يقدرش يعترض على الجزئيه دي، ما يقدرش يعترض على الجزئيه دي. هي المشكله ابتدت من ازمه الطياره، وازمه الطياره حصلت ان كان فيها مشكله مع عقد يتعارض مع الشركه اللي هو متعاقد معها محمد صلاح ورامي عباس. ف ما حصلش التوافق من ساعتها، يعني من ساعتها ما حصلش هذا التوافق. بس انا بتهيالي ان الموضوع ده يعني عاجلا ام اجلا لازم هيخلص لازم يبقى عاجلا والله، لان دي جزء مهم ولاعب مهم جدا لمصر، منتخب مصر، وكمان بيشرف مصر في اوروبا. فطبيعي ان احنا بنساعد الراجل ده على ان هو يركز عشان يؤدي بالشكل ويوصل للمستويات اللي هو وصل لها السنه اللي فاتت. فاكيد الموضوع ده مطلوب ان هو يتحل بشكل سريع. يعني خلي بالك من حاجه، مثلا احنا عندنا تعاقد مع شركه ملابس جديده، احنا لابد من ان محمد صلاح يبقى موجود معانا. يعني طبعاً. موجود معانا في ايه؟ ان هو محمد صلاح الشركه، اي شركه هتيجي هي بتتعاقد معاك بالنجوم اللي عندك. طبعا اكيد، يعني لما بيروحوا منتخب البرتغال بيتعاقدوا عشان رونالدو موجود، الارجنتين عشان بيروح الارجنتين عشان ميسي، اما بيروحوا فرق معينه بيدوروا على النجم، هو طبعاً. النجم ده هو اللي بيميز الفرق. فطبعا احنا لازم هيحصل التوافق ده عشان احنا برضو نستفيد من القيمه بتاعت محمد صلاح. قيمه محمد صلاح عاليه قوي على فكره، طبعا يعني اكيد قيمه كبيره جدا. ان انت يبقى عندك لاعب مصري في احسن ثلاث لعيبه في العالم دي حاجه كبيره، حاجه كبيره، كبيرة، كبيرة يعني. وصعب تحصل تاني يعني. ان شاء الله نتمنى ان هي تحصل دايما يعني. ان شاء الله هيبقى في خطوات سريعه في حل باذن الله. والله في مبادره كده ان في مؤتمر هيحصل في مصر في نص نوفمبر. المؤتمر دوت مؤتمر رياضي، وبيتكلم على جزئيه حقوق الصوره اللي هي الايمج رايتس. وتم دعوه رامي عباس ان هو يحضر. تم توجيه الدعوه. تم دعوه رامي عباس، ونتمنى ان هو يحضر. هو وافق مبدئيا، ونتمنى ان احنا يكون في قعده في هذا التوقيت يعني بخصوص هذا الموضوع. طب اكيد نامل يعني، جزئيه اكيد مهمه جدا نتمنى حلها بشكل سريع. لكن عايز اتكلم عن اوروبا بالتحديد، وخطط التسويقيه دايما بتبقى عندها مرتبطه بدايه من الناشئين، المنتخبات الاولمبيه، المنتخب الاول، كلها خطط تسويقيه بتبقى مرتبطه ببعضها. هل ممكن نشوف ده هنا في مصر بالتحديد في اتحاد الكره المصري؟ لا معلش انا اسف، تاني. يعني في اوروبا دايما بيبقى عندهم خطط للتسويق من المنتخبات للشباب، الناشئين، المنتخب الاولمبي، المنتخب الاول، كلها خطط تسويق مرتبطه ببعضها. هل ممكن نشوف الخطط دي متواجده في اتحاد الكره المصري او في مصر بشكل عام؟ والله هو في طبعا موجود يعني. موجود؟ طبعا موجود. يعني هو انت عندك منتخب الاولمبي، منتخب الاولمبي منتخب مهم جدا بالنسبه لنا. عنده تصفيات اولمبياد، هيشارك في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، نوصل لاولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. فطبعا ده منتخب مهم جدا في الفتره اللي جايه. على فكره احنا عندنا منتخب ناشئين كره صالات بيلعب في الارجنتين اليومين دول، فاز امبارح اعتقد، تعادل مع الارجنتين 2-2. كان ماتش جامد. ف للاسف طبعا احنا عندنا شويه العاب كده ما بيتمش تسليط الضوء عليها، مع ان دي العاب مهمه برضه يعني. عندنا بطوله كره شاطئيه، في كاس امم كره شاطئيه في شهر 12 اللي جاي، هتقام في شرم الشيخ. في الحقيقه لا في 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 اهتمام بمنتخبات كتير، ويمكن باذن الله في الفتره اللي جايه يبقى في اهتمام بمنتخب الكره النسائيه ويرجع تاني ان شاء الله برضه يعني. في خطط بالنسبه لمنتخب الكره النسائيه؟ يعني باذن الله في ان شاء الله يتم انتخاب في الجمعيه العموميه اللي جايه، مقعد نسائي. فممكن يعني باذن الله ان يبقى في اهتمام بالجزء ده. طيب التسويق هيخليني ان انا اتكلم عن الاستثمار الرياضي. الاستثمار جزئيه مهمه، لكن مفهومه بالتحديد ايه بالنسبه للاستثمار الرياضي في مصر كمان؟ لان الناس معتقده ان الاستثمار الرياضي ده بيقتصر على انك تجيب لعيبه من الخارج بمبالغ كبيره. لا، اعتقد البنيه التحتيه مهمه جدا كبدايه للاستثمار بشكل عام. مظبوط مظبوط، هو ده اهم حاجه. يعني الحقيقه التجربه اللي مرينا بيها في من اول السيزون اللي فات دي حقيقه فيها قصور شويه. قصور ليه؟ تمام. ان احنا ما استفدناش كمصر. مصر استفادت. ليه يعني تجربه بالتحديد؟
نادي بيراميدز. انت قصدك الموسم ده مع بدايه بيراميدز؟ تمام. نادي بيراميدز الحقيقه فكرته وفكره ان يبقى في استثمار خارجي في مصر فكره حلوه قوي جدا، بس لابد من ايجاد ضوابط. ايه الضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه؟ ان يبقى في ملعب طبعا. انا عايز الراجل ده يا اهلا وسهلا بيه طبعا، ويعمل لنا اسد، يعمل لنا حاجه لينا، حاجه موجوده في مصر. يبقى في استاد خاص بنادي بيراميدز. هو ده اللي انا عايز اسال فيه بالتحديد يعني. يعني هو اللي حصل للاسف ان 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 تم ايجار استاد. تم تطويره ولكن مش هو ده المطلوب. يعني هو الاستاد اصلا جديد، طالما انت بتستثمر يبقى مطلوب ان انت تعمل لي بنيه تحتيه، تعمل لي ملعب، تعمل لي اي امور خاصه بكره القدم تكون متواجده دايما مستقبلا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام، مش ان انت تجيب لاعبين بملايين من بره. يعني ده قصد حضرتك اجيب. يعني اللعيبه، ايجاد اللعيبه حلو، انت بتعلي القيمه التسويقيه. بتعلي القيمه التسويقيه بس انت الاهم عندنا ان انت ابني لي استاد. اديني نادي، اديني حاجه للناس تستفاد بيها. يعني هو للاسف ان ايجاد الضوابط ده موضوع مهم جدا، واتكلمنا فيه على فكره قبل كده. طيب. ان دي جزئيه مهمه جدا، ان اي نادي لابد بيلعب في دوري ممتاز لابد يكون عنده ملعب ملكه مش ايجار. ليه ايجار؟ ملكه عشان تقدر بعد كده ان انت تطور. بالظبط. ما ينفعش اي حد يجي يشتري نادي دلوقتي. سهل قوي على فكره. اي مستثمر ممكن يجي يشتري نادي. طيب. يشتري لعيب خسر مشي، النادي وقع. بالظبط. احنا فين دورنا؟ يبقى احنا نعمل اللي ايه؟ احنا عملنا ايه؟ استفدنا ايه ككره مصريه؟ وفي نفس الوقت انت عملت دروب. انت للاسف حصل عندك السنه دي حصلت في روسيا مع فريق انجل روسي لو تفتكر. وفريق كان بيجيب لاعبين كبار جدا، كان ابرزهم هالك نجم البرازيل. مظبوط. كان عندهم اعتقد كمان ويليان، كان في وجابوا صامويل ايتو، وجابوا بعض اللاعبين الكبار يعني. بس التجربه برضو في النهايه فشلت. ما هي الفكره ان انت لازم ايجاد ضوابط. ان التجربه مش موضوع تفشل وتنجح. التجربه تستمر. بالظبط. ده المهم. بالزبط. يعني ان التجربه دي تستمر ازاي؟ ان انت تبقى مرتبط بعقد مده معينه، مرتبط بملعب توجده، مرتبط بخطاب ضمان يبقى موجود، مرتبط بحاجه تلزم هذا المستثمر ان هو يبقى موجود في يبقى متواجد لمده معينه في هذا الدوري او هذه المسابقه. فهي دي برضو جزئيه مهمه لحته الاستادات. احنا محتاجين استادات على مستوى يعني اعلى من الاستادات اللي عندنا بصراحه. تمام. زي ما بتشوف في اوروبا بشكل عام، يعني الدوري الانجليزي مثلا كل فريق عنده استاد خاص بيه، ما عدا طبعا الفتره دي فتره مؤقته بالنسبه لفريق توتنهام. كان عنده الوايت هارت لين في اصلاحات، او هو خلاص مش هيلعب على الوايت هارت لين تاني، هيعمل ملعب تاني، فبالتالي بيأجر استاد ويمبلي دلوقتي لحد ما ملعبه يجهز. هو ده الاستثناء الوحيد في انجلترا، لكن فيما عدا ذلك كل الفرق عندهم استاد خاص بيهم. وكمان الميزه في انجلترا ان هم عندهم جماهير، كل فرق عندها جمهور. طبعا. ده شيء مميز جدا. طبعا. وده ممكن ايجاده على فكره لو يعني احنا يعني في انديه في يمكن جديده في الدوري، مش جديده قوي بس جديده تعتبر، زي نادي مصر المقاصه مثلا. نادي مصر المقاصه تجربه حلوه ان هو عنده راح لعب في الفيوم وعنده استاد الفيوم. فاهل الفيوم بقى بيشجعوا المقاصه. صح. نادي الجونه عنده الجونه، فاهالي الغردقه واهالي الجونه بقى بيشجعوا الجونه. المحله كذلك، غزل المحله فريق كبير. لا بنتكلم على الفرق الجديده، غزل المحله فريق كبير. الاتحاد السكندري يعني فريق طبعًا كبير جدا. الاسماعيلي فريق كبير جدا بجمهور عريض. اكيد. لا عندنا طبعا، لا عندنا 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 قاعده، بس هي الفكره ان انت القاعده الجماهيريه دي على فكره بقت دلوقتي في التصوير الرياضي بقت دراسه. يعني انت ازاي توسع هذه القاعده. تقدر توسع هذه القاعده في انديه معينه بتقدر. يعني انا الحقيقه برضو في التجربه الجديده اللي كانت موجوده قدروا يجيبوا جماهير وقدروا يجيبوا ناس، ويعني كان منظر يعني ايا كانت الطريقه ايه، بس هم في الاخر جابوا في جمهور. يعني هي ده المهم. طيب بالنسبه او بمناسبه الجمهور، وكان في ورش عملت كتير بخصوص الفان اي دي، والتجربه كانت مهمه جدا. عايزين نتكلم على التجربه دي واهميتها بالنسبه للمرحله الجايه بالنسبه للكره المصريه. والله الحقيقه نفسنا طبعا يبقى في كارنيه خاص بدخول المباريات. اشتغلنا على الموضوع ده شويه في اتحاد الكوره ومع رابطه الانديه ومع
بعض الخبراء التسويق في مصر، وعرضنا وطرحنا الفكر، وتم انشاء نوع من البورت اللي هو يقدر يستحمل الساعه المتوقعه لعدد الجماهير اللي هتعمل فان ايديز. لكن للاسف هي هو الموضوع برضو فيه جزء امني شويه. فانا يعني شايف ان اكتر جهه يعني بالعاميه كده الموضوع متكتف شويه من جهه الاتحاد. انا شايف ان اكتر جهه تقدر ان هي تنفذ هذا الموضوع هي وزاره الشباب والرياضه. ان وزاره الشباب والرياضه تقدر من خلال الوزاره ان هي يبقى ليها ويب سايت خاص بهذا الفن اي دي، وهذا الفن اي دي يدخل جميع المباريات، مش كوره بس، باسكت بول، تنس، يكون موحد جميع الرياضات، جميع هاندبول، جميع الرياضات. انت محتاج قاعده جماهيريه، انت عندك رقم قومي بتدخل بياناته، ببيانات بتاعتك، بعنوانك، بانت بتشجع مين، ممكن ابلكيشن بتملاها. تمام. والابلكيشن دي بيتم ارسالها، والابلكيشن دي صوره منها بتروح لوزاره الداخليه بتديك ابروف. محمد اوكي، هاني مش اوكي، حازم اوكي، وبناء عليه يطلع الكارنيه. انت في الحاله دي حكمت، عرفت مين داخل، عرفت مين رايح الماتش، مين اللي عمل شغب. انا ما بقولش ان ده ما حصلش، هو حصل من جهه الانديه، ولكن حصل من جهه الانديه بطريقه برضه. عامل تجربه بصراحه تحفه في الجزئيه دي بالتحديد. النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي من زمان وانشأ من فتره، وجي جددها في الفتره اللي فاتت، وجي جددت في الفتره اللي فاتت. بس هو انت في الاخر انت محتاج كل الانديه تعمل كده بالظبط، تعمم هذه التجربه. انا شايف ان الجهه اللي تقدر تنظم هذه الجزئيه هي وزاره الشباب والرياضه. تمام. الجهه اللي بتشرف على الرياضه في مصر تقدر تنظم هذه الجزئيه بالتنسيق مع الاستادات. وانا في على فكره في يعني انا سمعت ان في انشاء شركه جديده، الشركه دي هتبقى مختصه في هذا هذه الجزئيه، ان هي الامور الخاصه بحضور الجماهير. اكيد ده هتبقى خطوه مهمه نتمنى لها النجاح بالنسبه لجماهير الكره المصريه بشكل عام، لان ضروري طبعا زي ما احنا متعودين مباريات الكوره من غير جمهور بتبقى صعبه شويه، وفي نفس الوقت لازم الالتزام بالنسبه للجمهور خلال حضوره للمباريات بشكل عام. طيب، في جزئيه اخرى وهي خاصه بوكلاء اللاعبين في مصر، واكيد مرتبطه بالناحيه التسويقيه بشكل عام. هل شايف ان وكلاء اللاعبين بيتحكموا شويه في الجانب التسويقي الخاص بالانديه واللاعبين بشكل عام في مصر؟ والله لا، انا شايف ان وكلاء اللاعبين ممكن يشتغلوا احسن من كده. احسن من كده يعني انا شايف ان وكلاء اللاعبين ممكن يبقى يعني لو هو بيعمل 100 دلوقتي ممكن يعمل مليون، لو هو فتح منافس جديده او شانلز جديده يقدر يشتغل عليها. احنا جوه، احنا عايزين نفتح شويه على بره، نخرج بره شويه، نفتح اوروبا بره. ليه ما نفتحش على جنوب امريكا؟ ليه ما نفتحش على اوروبا؟ فاتحين بس قليل، يعني احنا فيها مقفوله لسه، عدد قليل قوي من وكلاء اللاعبين بيشتغلوا على الجزئيه دي. يعني اعتقد ابرزهم نادر شوقي وكيل اللاعبين الوحيد اللي نادر هو اشتغل على انجلترا فتره صغيره، ولكن ما كملش. عايزينه يكمل وعايزينه وكلاء جديده، وعايزين خلي بالك هو لسه، هو مودي رمضان صبحي على فكره في انجلترا وكان قبليهم. مش كفايه؟ مش كفايه طبعا، مش كفايه. انت عايز لازم يشتغل بشكل أكبر. عايز عشان تبقى وكيل لاعبين عايز تقول ان انا في السنه اشتغلت وديت 50 لعيب بالظبط، مش وديت 2 لعيبه ولا 3 ولا 4. يعني احنا عندنا جوه مصر في وكلاء شاطرين وشغالين مع الانديه جوه مصر، بس احنا بنطالب ان يبقى في وكلاء دوليين مصريين دوليين نقدر ان احنا نعتمد عليهم في موضوع الألف محترف اللي جاي، نقدر نعتمد عليهم في ان انت تودي مواهب صغيره، تقدر ان انت تودي برضو لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز لفتره في انديه كبيره. لازم يبقى في وكلاء يعني متمرسين، وعلى فكره عندنا في مصر ناس كتير قوي عايزه تخش هذا المجال، لكن للاسف هو المجال مقفول شويه. بالظبط. بالنسبه للمواهب الصغيره، هل شايف ان مهم جدا تهيئتهم ثقافيا قبل احترافهم في الخارج؟ لو هناخد خطوه زي دي ان احنا نطلع مواهب كتير بره وهم صغيرين زي ما اتكلمنا من 15 سنه مثلا او قبل كده او بعد كده بحاجات قليله،
هل شايف ان من الضروري تهيئه الشباب الصغيرين من الناحيه الثقافيه بالتحديد قبل ما يطلعوا بره عشان تساعدهم في تكمله مسيرهم الاحترافيه؟ لابد ان انت الولد اللي مسافر ده يبقى على الاقل معاه ثلاث لغات، ده مبدئيا ثلاث لغات يعني على الاقل. ده هياخدنا لشق تاني وهو الشق التعليمي. طب ما هو طبعا ما دي مهمه. ما هو ماشي، بس الشباب المصري ممكن ما يكونش عنده الامكانيات ان هو يتعلم ثلاث لغات مثلا. يعني الشباب المصري بيتعلم لغه انجليزيه، ده اكيد اكيد، وفرنساوي. ماشي، نركز على دول. نركز على دول ونركز على البلاد اللي بتعرف تتكلم انجليزي وفرنساوي مثلا. تمام. مع ان انت لو فتحت الاسباني مثلا هتلاقي بلاد اكتر. صح. يعني اللغه الاسبانيه هتفتح لك مجالات اكبر. عندك اسبانيا، البرتغال، بقى الناس دي كلها، برازيل، جنوب امريكا، كل ده عندك. انت تقدر كتير جدا. تقدر تشتغل على قاعده اكبر بكتير. فطبعا الجزئيه دي مهمه جدا ان انت بس ده دور الاكاديميات. يعني الاكاديميات في مصر للاسف ان هي بتاخد الولد تمرنه ساعه ثلاث مرات في الاسبوع، شكرا بس كده. ويجي في السن اللي هو المهم اللي هو 12 13 سنه يقول له خلاص. طب خلاص ايه ده؟ المفروض ده انت ابتديت معاه ودفع فلوس كتير قوي، المفروض بقى توديه، صفره، دخله نادي، اعمل له حاجه، اديله دروس. يعني دي جزئيه مهمه جدا. وعلى فكره احنا جالنا مندوب. هو للاسف هنا بيفكروها من ناحيه استثماريه اكتر موضوع الاكاديميات، ودي مشكله اعتقد كبيره. دي المشكله. هو الحقيقه كابتن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكوره شغال على الجزئيه دي وبيتم تقنين هذه الاكاديميات في الفتره اللي جايه. شيء مميز. كل اكاديميه هيبقى ليها رخصه معينه وجريدنج معين على حسب حاله الاكاديميه وعدد المدربين واعداد اللاعبين اللي موجودين يعني. فدي جزئيه مهمه جدا. يعني انا بطالب ان الاكاديميات الخاصه دي تزود عندها بدل الكوره، يعني غير الكوره طبعا، بالاضافه للكوره، دخل الولد يتعلم لغه، اديله اتيكيت، اديله دروس عامه. يعني ثقفه، عادي هتفيده يعني. طيب ده هيجرنا ايضا ان احنا نتكلم عن الاحتراف في مصر بشكل عام. امتى هيكون عندنا منظومه احترافيه متكامله في مصر؟ احنا معيش عندنا دوري كويس، عندنا لاعبين جيدين، لكن مفيش احتراف بمعنى الاحتراف. في البدايه كده قول لي معنى الاحتراف من وجهه نظرك، شايفه ازاي، واهميه ان مصر يكون عندها منظومه احترافيه ماشيه بالطريق الصحيح. ما انت عشان تطبق احتراف مبدئيا لازم يبقى عندك رابطه الانديه المحترفه. تمام. ايه دور رابطه الانديه المحترفه؟ ان هي بتجمع الانديه الموجوده في الدوري العام الممتاز مثلا، وهذه الرابطه هي اللي بتبيع الحقوق التسويقيه للدوري. بتبيع الحقوق التسويقيه وحقوق البث. هنيجي لجزئيه البث دي. فطبعا ده احنا مش هنقدر نطبقه دلوقتي حقيقه. يعني احنا مش هنقدر يعني احنا عندنا عقود في اتحاد الكوره مع شركات. طب ما العقود دي بتتجدد، فالموضوع هيتاخر اكتر. طب الحل ايه؟ هو ما انت برضو عندك مشكلة تانية ان انت القانون الرياضة هو طبعا بقى اسهل ان طبعاً الاندية تتحول من نادي يتبع الوزارة لنادي خاص. تمام. انت عشان تطبق الاحترافية لازم النادي ده يبقى شركة مساهمة. يقلب شركة مساهمة، وهذه الشركة المساهمة هي اللي بتدير نشاط كرة القدم. في بعض الانديه طبقت دوت، بس لسه مش كله. ما تعممش على جميع الانديه. نطالب طبعا ان كل الانديه تطبق دوت، بس انا برضو هرجع لك ان انت في الاخر هذه الرابطه ايه دورها؟ ان هي بتبيع الحقوق التسويقيه وحقوق البث. فانت عشان تقدر تجمع دوت مع انتهاء، يمكن بقى الفتره اللي جايه مع انتهاء العقد مع الشركه الرايه، قدامه فتره يعني لسه. لكن ضروري ان يكون في منظومه احترافيه متكامله في مصر، وده هيعود كمان من الناحيه التسويقيه بشكل كبير جدا على الكره المصريه، وكمان عن اللاعبين ودورهم اكيد مع المنتخبات والانديه بشكل عام. اكيد طبعا. أكيد, اكيد 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 احنا عندنا كره حلوه على فكره، بس احنا محتاجين على يعني احنا في مصر من الدوري المصري في سنة 2009 بتهيألي أو 2010 كان بيصنف من أحسن 10 دوريات في العالم. يعني كان دخل في هذه المرحلة بالظبط.
كان في جمهور، كان في حضور جامد، كان في بث تلفزيوني بطريقه هايله، كان في اكسبوجر. يعني الدوري المصري كان بيتشاف جميع الدول العربيه، كان بيتشاف في يمكن في امريكا طبعا. فانت فكره ان عدم وجود جمهور في الكوره، انا وانا قاعد كده انا لو مش مصري هتفرج ليه؟ صح، هيبقى في ملل وانت بتتفرج. يعني الناس اللي بتتفرج دلوقتي دول منتمين بشكل كبير جدا. انا بقول لك انا لو مش مصري، لكن اللي بيتفرج عشان يتمتع مش هيتفرج. بالظبط، انت بتتفرج على الدوري الارجنتيني بتلاقي الجماهير مولعه الدنيا، مولعه الدنيا وحاجات بتنور. احسن مثال هو الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي هايل طبعا، التزام كبير جدا. عارف ليه الدوري الانجليزي هايل؟ ان هم حصل لهم مشكله كبيره جدا في الثمانينات. كانت ايه بقى؟ كانت الهوليجنز عملوا مشكله كبيره جدا، وبعد كده جماهير ليفربول كانت عندها مشكله كبيره جدا، استاد هايبري ومشكله هايبري اللي الناس ماتت فيها. وبعد كده تفطنوا ان هم لازم يظبطوا، يحطوا ضوابط، الضوابط بتاعه هذا الدوري. والحقيقه قدروا يوصلوا لمرحله هايله، الالتزام هايل. انت بتخش الاستاد قبل المباراه بثلاث دقائق بتلاقي كرسيك موجود، بتلاقي كل حاجه موجوده. احنا بنتفرج على الاستوديوهات التحليليه الخاصه بمباريات اوروبا او دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، ايا كان. يعني بتشوف الملعب بيبقى فاضي قبل المباراه بنص ساعه لغايه قبل المباراه بربع ساعه. على بدايه المباراه بتلاقي الملعب مكتمل، وده ايضا جزئيه اخرى وشق اخر خاص بدخول الجماهير للاستادات وخروجهم بطريقه امنه وطريقه سلسه، ودي ايضا جزئيه مهمه جدا في لو احنا بنتكلم على الناحيه الاحترافيه. يعني عشان كده انا برضه ارجع لك لحته الاستادات، يعني كل نادي لازم يبقى ليه استاد. مهمه جدا ان انت خلاص، انت انا ما ينفعش انا النادي الاهلي اروح العب في استاد السويس وبعد كده اروح العب في استاد السلام. بالظبط. بعد كده اروح العب في استاد القاهره. يعني ما انا الجمهور بتاعي بيتعذب معايا. بالظبط. يعني انا عايز اروح العب في استاد معين. جماهير منتخب مصر، استاد القاهره ليه مش شغال؟ يعني استاد القاهره، استاد القاهره ده يعني احنا كلنا من واحنا صغيرين طبعا. هو استاد القاهره ده المتنفس بتاعنا. أكيد. هو ده منتخب مصر بيلعب في استاد القاهره، الاهلي النادي الاهلي الزمالك بيلعبوا في استاد القاهره. مهم قوي ان استاد القاهره يبقى موجود ويرجع تاني. ليه منتخب مصر؟ انا ما بقولش الانديه، انا بصراحه ضد النادي يأجر ملعب. انا نفسي الانديه كلها تمتلك، بس على الاقل بشكل مؤقت. يعني بإذن الله، يعني احنا بنتكلم على مستقبل، بس انا نفسي باذن الله ان كل نادي يبقى عنده ملعبه. ده مهم جدا. اكيد جدا. كمان هيدي متعه واثاره للمباريات على فكره. يعني انت دلوقتي لما بتشوف دلوقتي في اوروبا الدوريات الاوروبيه بشكل عام، مثلا سي لو اتكلمنا عن مانشستر يونايتد، شوف مانشستر يونايتد اخر كام سنه خسر على ملعبه، اخر كام سنه كده. يعني في احصائيات كمان بتبقى مثيره كمان للجماهير طبعا، وبتجيب جذب بالنسبه للجمهور بشكل عام ان هو يتفرج على المباريات لما يكون كل نادي عنده ملعب خاص بيه. مظبوط مظبوط مظبوط. جزئيه مهمه طبعا. يعني في انا بقول لك الدوري البرازيلي والدوري الارجنتيني ما اتفرجش على كوره حلوه قوي، على قد ما اتفرج على منظر وجماهير وناس وناس متحمسه والدنيا شكلها ظريف. الدوري طبعا الاسباني، ارجع لك لجزئيه في الدوري الاسباني. لا ليجا ده المسمى بتاع رابطه الانديه المحترفه الاسبانيه، تمام، ومسمى الدوري لا ليجا. احنا جالنا مندوب في اتحاد الكوره طلب يقابلنا من حوالي شهر، والمندوب ده من لا ليجا. تمام. انت جاي فين بتعمل ايه؟ الراجل مقيم في مصر. مقيم في مصر. ليه بقى مقيم؟ ان لا ليجا قررت ان هي بخبرتها، لا ليجا يعتبر من اول او ثاني دوري في العالم طبعا. احنا بنقول دوري انجليزي دوري اسباني، الفتره الاخيره هو مصنف اعتقد الاول كمان قبل الدوري الانجليزي. يعني دوري انجليزي واسباني، يعني طبعا الاثنين، هو الاثنين اجمد دوريين. فالراجل جه، احنا لا ليجا بقى عندها، لا ليجا عايزه تساعد المجتمع عموما. يعني وده جزء مهم جدا عموما، حتى الفيفا اخذت الابروتش ده قبل لا ليجا. عايزه تساعد المجتمع، وشوفوا انتوا عايزين احنا نساعدكم في ايه. كلمنا في كره نسائيه، جيب نفسه كده عربي، يعني راسلنا وقعدنا معاه. انا ايوه، يعني قصدي هو كان الخطوه جت من عنده. مظبوط. انا واستاذ اسامه اسماعيل مدير الاعلام في الاتحاد قعدنا معاه حقيقه قعده كبيره، وقعدنا معاه بعد كده مع كابتن محمود سعد. والراجل عرض حاجات كتير جدا للتعاون، وعزمنا على مؤتمر يمكن كان عندكم انتوا
حسام غالي وفضل وامير توفيق كانوا في المؤتمر دوت اللي هو الورلد فوتبول سمت دوت، كان معمول من اسبوعين تقريبا. تمام. والناس بتعرض ان هي مساعده جميع الاتحادات، عنده مناديب في 43 دوله. فشوف رابطه الانديه الاسبانيه وصلت لايه. يعني وصلت ان هي في كل دوله في مندوب، المندوب دوت مهمته ان هو يتواصل مع الاتحادات ويتواصل مع الكوميونتي عموما اللي موجوده، الناس اللي بتحب كره القدم. ليه؟ ان هو كمان عايز يعلي الفيورشيب او الـ 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 المشاهده بتاعه الدوري الاسباني. طبعا. فهو بيعمل حاجات، بيزود الانستغرام، بيزود التويتر. صح. بيزود الفيسبوك اكونتس بتاعته. يعني الراجل ده ليه جوب رول بصراحه مهم جدا. هل تم الاستفاده من الجلسه معاه؟ في خطوات هيتم اتخاذها؟ بنحاول ان شاء الله. الخطوات اللي ممكن يتم اتخاذها هتكون زي ايه مثلا؟ والله اتكلمنا في جزئيه المدربين، اتكلمنا في جزئيه كورسات للحكام، اتكلمنا في جزئيات كتير برضو من ضمنها الكره النسائيه، اتكلمنا في كذا حاجه يعني. وهيبقى في جلسه تاني قريب يعني في الشهر اللي جاي ده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز اتكلم عن البث وازاي التنسيق بيتم ما بين الانديه واتحاد الكره بخصوص هذا الملف بالتحديد. بس في الدوري العام؟ غير الكاس اصلا. اكيد مش يعني ممكن نتكلم على الدوري والكاس. الدوري العام انت بتملك حقوق بسك، يعني النادي الاهلي حقوق بس المباريات بتاعته بتاعت النادي الاهلي. نادي الزمالك مبارياته بتاعته، كل نادي بيملك حقوق البث بتاعته. فانت دلوقتي الموضوع يعني النادي الاهلي بيبيع حقوق بس منفردا مع الشركه طبعًا. اللي هو كان متعاقد معاه. يمكن الانديه المشتركه مع شركه برزنتيشن هي اللي بتدفع له. كاس مصر مختلف. كاس مصر الحقوق بتاع كاس مصر يملكها اتحاد الكوره. حقوق كاس سوبر يملكها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو اللي بيبيع هذه الحقوق. الدوري مختلف لان الدوري ممكن تبيع منفرد، تبيع حقوق بس منفرد. ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي، لكن في بعض الانديه اللي هي من خلال شركه برزنتيشن بيبيعوا حقوق بس الخاصه بهم. لكن طبعا بطوله كاس مصر والسوبر الموضوع اكيد مختلف يعني. انا ان شاء الله اتمنى ان يعني النادي الاهلي سريعا يجد رعاه، واحنا مستعدين نساعد. لا ما تقلقش على الاهلي. لا ما تقلقش على الاهلي خالص والله. الاهلي طبعًا. الاهلي عارف خطواته جيدا جدا وعارف قراراته، بيبقى على فكره معاكم فريق هايل. طبعا يعني وانا بتهيألي يعني انا عارف امير توفيق هو مدير التسويق، هو شاطر جدا بصراحه. هو ان شاء الله بالمجلس الموجود يعني الموضوع ده يخلص على طول يعني ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا في دراسات وخطوات مهمه جدا من مجلس الاداره الحالي لتدارك هذا الموقف، وزي ما قلت لك الاهلي ما تخافش عليه خالص في هذه الجزئيه. طب اخيرا عايز اتكلم عن او ايه الكلمه اللي انت حابب تقولها بشكل عام عشان التسويق الرياضي في مصر بشكل عام يكون في تطور مستمر؟ والله الحقيقه التسويق الرياضي في مصر ابتدى بقاله حوالي 18 سنه تقريبا من سنه 2000، وفي تطور وفي ناس كتير قوي بتشترك في الفيفا ماسترز اللي بتتعمل تبع الفيفا، بتتعمل في جامعه القاهره. وانا شايف ان في ناس كتير قوي بتخش بتاخد كورسات بره مصر، وشايف ان في كاليبرز، في ناس مميزه في هذا المجال. نتمنى ان هم يدخلوا المجال والناس والكره المصريه تستفاد بيهم. مش كره بس، كره وجميع الالعاب الرياضيه. احنا مهم قوي ان احنا برضو كمصر ان احنا في اولمبياد 2020 يبقى 2020 ان احنا يبقى عندنا ابطال في جميع الالعاب يعني. دي مهمه جدا بصراحه. ان شاء الله. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا وامددتنا كمان بالعديد من المعلومات الخاصه بالناحيه التسويقيه بالتحديد. اشكرك جدا والله. انا سعيد، انا اهلاوي جدا على فكره. طبعا احنا عارفين. طيب. اكيد. كابتن سمير زاهر كان اهلاوي كبير برضه الله يرحمه. الله يرحمه. واحد رموز الكره المصريه طبعا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد. ده طبعا كان لقائنا مع استاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكره، اتكلمنا فيه في العديد من الامور الخاصه بالجانب التسويقي للكره المصريه بشكل عام. اكيد كان حوار مميز ومهم، لكن
لسه فقراتنا في الاهلي الليله ما خلصتش، بعد قليل ان شاء الله هيكون معاكم زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وفقره خاصه بالكره العالميه وكل ما يدور على الساحه العالميه من مباريات وبطولات، اكيد هتكون فقره مميزه جدا مع زميلي عمر ربيع ياسين. استنونا بعد فاصل.